السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم ترى آخر ليلة لنا في القاهرة، وإن شاء الله باكر بنطير جدا شرم الشيخ، وبنيرس تقريبا الثلاثة والأربعة والخميس والجمعة بنرد القاهرة، بنغير طيارة وبنضوي أبو ظبي إذا الله راد. زين، وعن طرف الحين سايرين حي اسمه حي الجمالية، يمدحون فيه مكان يسمونه قهوة اللورد، مكان شي كبير يقولون كله صياوين ومقاهي ومطاعم. فان شفت شيء مميز، مبشرات قوم الحسين وما حسين وعندك ودونك، تراني صورت، انظهر الا من شله قوم الحسين تراني ما صورت. تبقى اللي من غير هاي مقاهي ومطاعم، هالناس عايزان المقاهي والمطاعم واثار وما اثار، اثار ما صار مستويت الدنيا، انا بظهرها الحين. واني يعني ليش يا خالد ما صرت تصور ابو الهول؟ وليش ما صرت تصور الاهرامات؟ شي خصني بالاهرامات انا؟ محمد نترياك تصور لنا خوف وخفرع ومنقرع، انا الله تصير خوف وخفرع ومنقرع، شي خصني فيهم؟ لا اعرفهم لا من باب ولا من سبع. فانا ابوي اصور الشيء اللي يدخل مزاجي، اللي يلفت انتباهي انا، لان هذا سنابي روحي مالي، انا ما بيوتيوب اصور حق العرب كل شيء. ويسمون اخر شيء قصتي، قصتي يعني قصتي روحي، شي خصني متحف، متحف يعني متحف ابوي اصوره؟ ما يجوز لي. يعني الشيء اللي بيوز لي انا بحطه في قصتي، واللي ما بيوز لي ما بحطه من الاساس، ما بصوره حق شو اتعنى واتصرف، لان ميولي ما بميول اسير متحف وطالع ناس ميتين شباهم جهنم كلتهم. والله هذا الملاس كانوا يعرفوه بحق اخناتون، وهذا الدوري دوري مال فيكتوريا، انا الله تصير الخير فيهم. ولا في ابوي يسير متاحب ولا عندي خبر، الحين ما دحين ابوي ها سوق الجماليه، حي سوق الجماليه، حي الجماليه، بنطالع يا صورت ما ياد ما بصور. علي الحين انت تسير المتحف؟ ليه؟ لا طبعا ما نروحش المتحف، خلاص كبرت على المتحف انا. والله وانا صغير كنت بروح، خلاص اعمل ايه؟ انزين بتقولون بعد ما خبرتكم ترى باكر ابوي بسير شرم الشيخ، وابوي انا جايينها بدال الودي هلف، انشف التزانت عن قبل تراني صورت. هبل بصور ميازلي الوضع، صورت ورمست لين ما العود واحتنى، وما يازلي والله ما صور حتى ربع صورة ابن الشادة. حتى ونا عاد واصلين هالجمالية، هاي الجمالية منطقة شعبية، ها شو كلها قهاوي بيوت بيوت وبيوت داثرة، ويعني حالتهم لله. العنوة الرئيسية حق البيت هذا، ها القصر هذا، شو اسم المت شو اسم المكان علي؟ بوابة النصر، هذا لي دار. معنا استاذ علي مره ثانيه. القاهره زمان قديما كانت كلها محاطه بسور واحد، وكل حي له بوابه، باب النصر، باب الشعريه، باب احنا الحين وين جايين؟ باب النصر. باب النصر اه يعني فريج النصر هذا يسمونه؟ لا حاره النصر. حي الجماليه بوابه النصر. هاي البوابه كم كبرها؟ ها هذا هو عباره عن حي الاول، يطبجونهم البيبان عليهم اللي يضوي الليل، عن حد يضوي عليهم والاشياته. هذا مثلا كل قهاوي ومطاعم، ها سيارتي خنخوش يظهرك لين الحسين، وين هناك؟ هذاك من شرق وهذا من غرب. انا مثلا احب البقع هاي، احبها وانا اتعنى عسبها، يا غير ما بمال اني اصور فيها، ما في شيء يتصور يلزى التصوير. هذا خنخوش، اصور خنخوش، اصور ذره، ما في شيء يتصور يا ابوك، يعني ما في هاي ها شيش وعربانه، شو يصورون العرب هنا؟ المنطقة نحن اللي عانين عسبها هاي، ها هاي مقال اللورد وما لورد والأماكن كل، والله أماكن فنانة يعني قديم وغاوية، الأماكن زين وفنان وغاوية بلدي، لكن ما بشي جديد يعني، أنا عيزان وشبعان من ولا لخاطر أصور أشياء شي، يعني شو بصور؟ تصوير المقاهي والأشياء من هالنمونة يعني ما بارو ما صوره، ليه؟ لأن اللي وياي اللي وياي في الفلورز ما يخصم في المناظر هاي. القهوة هاي يسمونها قهوة اللورد، قهوة اللورد داخل جمالية في السور هذا خبرتكم عنه، يعني كل هذا فريج كم طوله وكم عرضه كله يعني تبع الحسين يعني. من وين الكش هاك الكشكاك والليتات هاي لاك الوايدات وانت ساير، هذا كله ابوي الحرم مال القهوة هاي اللي هي اللورد هاي. المقاهي العادية اللي في الأحياء الشعبية يكون موجودين فيها لوفر بلوفر وهاي الجنجل، لا هذا المكان ما فيه الجنجلي ما تلقطه، شعبي ومنطقة كأنك جالس في مصر، حين أنت جالس في مصر الأولية
فلذلك تحس بمكان نظيف وفنان ويستمتع. بالنسبة للنو للي يبى للي يبى مكان في قهاوي يعيش عيشة المصريين يعني. هل طلبت ايه انت؟ طلبت ايه؟ مانجا. مانجا ما شاء الله. يقول اللي يقول لك يشبع من مصر كذب، من حبل النشا ما يشبع منها. بلاد فنانة رابشة زيرة صبح ومساء. بلاد ما شاء الله بيض شتاء زحمة ربشة قرقعة حياة فيها بلاد أموات أشباح. اللي صور صور صها هاي سنطوانة قديمة وهذا مسجد قديم لا يصلون فيه ولا شيات مهيور، يعني شو أصور فيه؟ شي خصني؟ وكان بجلس اصور كل شيء قديم، ابوي مصر كلها قديمه، كم بوبل؟ هاي اللي بقعد اللي احنا نمشي فيها كلها قديمه، يعني عباره الليل بنهار اصور قديم. ايوه طرب طرب طرب. هاي حياتهم ها. يطرون قهوه الفيشاوي، قهوه الفيشاوي، هاي قهوه الفيشاوي. وهاي ها امه لا اله الا الله. يوقف خمام السوق، خمام السوق هذا اللي يطرون خمام السوق ها كله ويسمون خمام السوق ها كل هالدنيا كل خمام السوق. الله يعز النعمة. أنا ما أعطيكم عدد مقدمات، لكن حين خطف عاد المركب هذا قلت بخبركم به. هذا المركب أبوي تابع حق المطعم هذا اللي نحن فيه. طالع مركب كنت تدوم، كنت أنا في الجمالية وكنت عازمني واحد من الشباب اللي هو هذا خالد المنصوري. هذا الموضوع من البارحة انزين، فأنا نسيت سرت الجمالية وثميت أحاوط أحاوط. يوم عدى خلاف دق تليفوني لأن الريان لوم قال لي أنت وين؟ قلت له أنا في الجمالية. قالت رياك نحن على العشاء. قلت أبوني أنا جايين مكترة رياك لا تتصل لي وأنا يبوك من هناك ناس. الموضوع هو مطعم ومقهى ويلسة على البحر اسمها لاتينيوم. هاي هاي لستة على النيل. اليلسة اللي نحن هاي فيها حاليا تقريبا 10 أمتار في 10 أمتار، هاي بي اي بي حق يمكن فيها 12 طابلة ولا 15. وهذاك المطعم كامل ها شوف من اول لين اخر ها 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 هذا كل مكان واحد. هذا العجوزة حيوان ارمسكم بعد خفها معاريس هاي لا ما شاء الله عرس ما يوني. غمض برج غمض برج دقيقتين وقرسوا. هذا الاخ استاذ جمال لوتا من رجال الاعمال الممتازين ومميزين موجود في مصر اقامته وعمله وبزنسه. خالد المنصوري من ربعنا الاوليين ومعرفه قديمه مده اكثر من 6 أو 5 شهور تقريبا. هاكم ها بعير حمدان بعد كان والله فنان وجميل وراقي ونظيف فنان فنان يعني هادي يعني انصح به للي يبال وناسه هذا السوشي مالهم في منتهى الروعة. يبني بطريقة خيالها لطمت ثلثين الصحن لطمت لطام ما يبال رمس. اسمه لاتينو والله شو بقولكم يعني المطبخ مالهم فيه 3-4 منيوات كل منيو أخير عن الثاني. كل حد من الشباب طلب من مطبخ معين. أنا طلبت السوشي توقعت أنه ما بيوز لكن سبحان الله ياز رقم واحد ما شاء الله. المكان ما شيء كبرة بلاد بلاد والله بلاد بلاد يعني كم يضم له حول 2000 آدمي. توني صورت لكم إياه من داخل ها نسوي له شارات الفرضة نطاب جيبها ها ونهايج بين طاولتنا. عبد الله الدويس الشامسي أخو دنيا مع جمال لوتا ريال والنعم خير فنان. بعدين عاد فندقنا حين ياسي في اللوبي يلسي نحن في اللوبي ما شاء الله. انا وهالويه الجميل ما شاء الله تبارك الرحمن تخت بند ما شاء الله. بس حوالي حول مساء حين في اللوبي بنركب فوق انا وعلي بخلي راتب وياي ساماني بيصير بيتهم بينطبن بيصبحني باكر سيدي حق اسم الفندق اللي بنسكنه في شرم الشيخ ستيلا مداري ديماري ها ستيلا ديماري ستيلا مداري ديماري
انت خبرهم شو اسمه؟ ستيلا دي ماري. لا صدق والله ستيلا دي ماري والله اسم اللي ستيلا دي ماري. زين فندق الفور سيزن قالوا لنا تسكنون فندق الفور سيزن ولا الفندق هذا في لندن ماري على هواكم اللي تبونه، لكن احنا ودنا تسكنون فندق انا ما اطلع. ليش فندق الفور سيزن روح بعيد عن هذا وين العالم وين القهاوي داون تاون وين عين الماء؟ عين الماء انا ما اسكن له قرب عين الماء. ستيلا دي ماري هذا الفندق اللي نحب نسكنه. الحمد لله. انزين يلا يلا عاد قبضت اسمه. انزين ظهر فنان بصور خلي. يلا عاد يلا برايكم الحين نحب شوي نهذرب ويا هلوي وخلاف خلاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم 23/9 آخر يوم في فندق الفور سيزن، نتجه إن شاء الله إلى شرم الشيخ. ترى من النوادر وجليل ويعني يكاد يكون استحال أنك تلقط مطعم بهالصفات ويحط الكمية المهولة من الكولا ونوعية الأكل ما بلا الكم نوع نوعية الأكل شيء غريب عجيب والخدمة رهيبة والنظافة يعني يا ابوكم انا لو مدفوع لي مليون ما مدحت هالمديح كله، لكن انا هاي طبيعتي امدح اللي يمدح واللي ما يمدح تراني اصخ عنه ولا عذرفت خفيف خفيف. ايوه شيف احمد يا اكتسل نزل اشوفه. شيف محمود هذا بيض بسطرمه بسطرمه شطه وطماطم خفيفه. انت اليوم طال عمركم طالب بيض بالبسطرمه، لكن البسطرمه يكون لازم شوي لحجنها شويه حريج، انا شي طالب منه يكون يتخرخش وعلى وجه شويه طماطم وفلفل حمر وكالعاده الفلافل مالهم اللي هي الطعميه والفول اللي مخبنكم عنه حدث ولا حرج. واليوم جبن مع جبنة أريس والطماطم. هذا الحليب هاليوم طلبت زيارين 4 هايل لبتن، والحليب غادي غليظة رايبة من زينها. شو شراتها؟ يلا وعاد الحين سامحوني بتلاحق عمري قبل ما يفغل الريوقي ويثلج. يلا بسم الله. يقول لك تحبيكة مصرية يعني، شوف جبنة الأريش لازم شوية بقدونس وفلفل حمر روحة شي وريحة طماطم شوية كمون بغادي رقم واحد.